ومن هنا سهل بن عبد الله التستري رحمه الله المتوفى سنة 83 و200 روى أبو نعيم في الحلية قال: يروى عن سهل أنه كان يقول: الدنيا كلها جهل إلا من علم فيها، والعلم كله وبال إلا من عمل به، والعمل كله هباء إلا من أخلص فيه، والإخلاص لعمري لا تدري أيقبل وأنت منه على وجل، أيقبل أم لا أم لا يقبل. سهل بن عبد الله التستري مات أبوه فرباه عمه، فكان كلما آوى إلى فراشه ليلا يقول له عمه: يا بني الله يراك، الله ينظر إليك. أسماء وصفات ولا لا؟ نعم. أسماء السميع البصير، الله يراك الله ينظر إليك، فيرددها ثم ينام. فلما كبر وشب مشب الرجال قال: كيف تجد نفسك يا بني؟ قال: والله يا عمة ما هممت بأمر إلا ذكرت قولك: الله يراني الله ينظر إلي، فإن كان خيرا مضيت فيه، وإن كان دون ذلك أحجمت عنه خوفا من نظر الله إلي. نص الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. النبي عليه الصلاة والسلام كان عند أبي داود يمر على أبي مسعود ويرفع الصوت فيقول: قف أبا مسعود، قف أبا مسعود، قف أبا مسعود، فيقف. قال: لو ضربته للفحتك النار. فإذا دعتك قوتك لظلم الناس فتذكر أن الله اسمه إيش؟ القوي. هنا تحجم عن إيش؟ عن أذية الناس. فكلما عرفنا الأسماء والصفات وتمثلنا في قلوبنا وتأثرنا بها في سيرنا في حياتنا لن تسرق أحدا، ولن تظلم أحدا، ولن تغتاب أحدا، وستعيش في المدينة الفاضلة. ليه؟ لأنك أنت تخاف من مين؟ تخاف من الله عز وجل الذي تتمثل أنه السميع، أنه البصير، أنه القوي، أنه الجبار، أنه المنتقم، أنه الحليم، أنه العفو، أنه القدير، أنه الغفور. فالأسماء الحسنى ليست حفظا، لا، حفظ وفهم وفقه وعلم وعمل.